بس مناشدة لمحافظة البصرة والوزارة الصحة ورئاسة الوزراء. احنا اهل البصرة متحملين هم وذية هذه الأدخنة وهذا التلوث. نحن حاليا في هذا مصفى الشعبة، مصفى الشعبة قلب محافظة البصرة، بالإضافة إلى عندك الأسمدة وعندك كثير من الشعلات على طريق صفوان. يعني أهل البصرة متحملة كل هذا التلوث، متحملة كل هذا الدخان وأعداد مرضى السرطان، مرضى الجهاز التنفسي، أرقام مهولة. وهذا بالأخير مستكثرين على أهل البصرة كهرباء مثل الأوادم، مستكثرين عليهم ضمان صحي. يعني أهل البصرة كلها ما عندها ضمان صحي، بالإضافة إلى إحنا نشتغل بالقرب من هذه الشعلات، شركات أهلية، بالأخير ما عندنا ضمان صحي. زين ليش ماكو قانون يفرض يجبر الشركات الأهلية أنه تسوي ضمان صحي لعمالها، خاصة الأجنبية منها؟ العراقية جزء منها يسوي جزء ما يسوي، بس الأجنبية نسبة 80% 90% ما يسوون. وشكراً.